بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأعزاء من المشاهدين والمشاهدات لقناة الوطنية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ويوم سعيد مبارك إن شاء الله. في حلقة اليوم سنتحدث بإذن الله تعالى مع الأستاذ الإمام الشيخ عبد الرزاق عامر حول الوقف والصدقة الجارية، لنتعرف عن الفرق بينهما وأيهما أفضل. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام. سلام. مرحبا. مرحبا بك أستاذ الرزاق. المشاهدين الكرام، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة للوقف أستاذ عبد الرزاق، الوقف هو الصدقة الجارية. نعم، يعني نقدر نقول الصدقة الجارية هي من الوقف، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. نعم. صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. نعم. لأن الصدقة الجارية هي التي إذا مات الإنسان يبقى تستمر، يعني تستمر الأجر تاعها، هو راه ميت في القبر تاعه والأجر يوصله العمل، وكأنه راه حي يعمل. الوقف كذلك، الوقف كما يعني العلماء كيفاش يعرفوه بعد ما صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، هو توقيف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. تحبيس هذا التعريف يعني العلمي، التعريف الشرعي، التعريف الاصطلاحي للوقف. للوقف نعم. نقولوا احنا نسمعوا بالحبوس. الحبوس اي. نسمعوا بالحبوس نعم. ونسمعوا فلان حبس. هو يعني جاية من الحبس. بارك الله فيك. تحبيس الشيء، لكن تحبيس الأصل. الأصل ما هو الأصل؟ مثلا عقار. مثلا إنسان عنده أرض. يقول هذه راه وقف لله. والله حبوس. حبوس. أو يقول صدقة جارية لله، نفس الشيء. هي وقف لله. ما دام قال وقف لله، شوف أستاذ عبد الرزاق، بمجرد ما يقول هي وقف. نعم. خلاص أصبحت وقف لله. لا تباع ولا تشترى. ولا تورث ولا توهب. يعني الملكية على الأرض لا تنتقل إلى إنسان آخر بأي طريق من طرق انتقال الملكية. ما تتباع، ما تتشرى، ما تتوهب، ما تتورث، خلاص هي لله تبارك وتعالى. نعم. هذا قبل ما نكتبوا العقد. بمجرد ما يتكلم الإنسان. لأنه مسألة باش تقول هذه راها لله، هي خلاص هذا الأرض هذه راها لله. بعد دور في إنسان يدور يقول أنا مازلت ما كتبتش العقود، لا، انتهى الأمر. ما دام تكلمت فقد وقع بينك وبين الله سبحانه وتعالى هذا العقد وهذا البيع. نعم. لأن الوقف هو بيع مع الله. صحيح. سبحانه وتعالى. نعم. العلماء قالوا هو تحبيس الأصل، وهذه كلمة تحبيس الأصل هذه منين جات أستاذ عبد الرزاق بعد ما صلى على النبي عليه الصلاة والسلام؟ هي جات من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. لما جاليه سيدنا على كل حال، الحديث هذا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر. نعم. رضي الله تعالى عنه. رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال أصاب عمر أرضا، عبد الله يحكي على باباه. على باباه نعم. قال أصاب أرضا بخيبر. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أحسن منها. يعني شوف جل الرسول صلى الله عليه وسلم قال له في حياتي ولملكت مال أنفع وأغلى من هذه الأرض. نعم. فما تأمرني فيها. وشوف يا أستاذ عبد الرزاق هنا بعد ما صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام نقطة مهمة. يعني شوف الصحابة هنا يبين لك الحديث هذا، يبين لك فضل الصحابة كيفاش كانوا متنافسين في فعل الخير. هو ما جاش ليه قالوا يا رسول الله عندي أرض مليحة، راح وش رأيك نغرسها نخيل ولا نغرسها؟ يعني هو يجوز له. نعم. يجوز له يستشير في أمور تاع دنيا تاع دنيا. نعم. يجوز له. نعم. من باب ما فيها حتى حرج، من باب الاستشارة، من باب الاستشارة تشاوروا يعني.
لكن هو ما جاش يستشير باش يفلحها، جاء يستشير في الرسول عليه الصلاة والسلام كيفاش يصدقها، الطريقة تاع التصدق. قالوا يا رسول الله فيعني فما تأمرني فيها يعني هذه الأرض في خيبر يعني. نعم، هو لما النبي عليه الصلاة والسلام بعد الغزوة وقسم الأراضي لأن أحلت الغنائم للنبي عليه الصلاة والسلام، واستغنى كثير من المسلمين بتلك الأراضي. في سيدنا عمر نصيب تاعو طاح في أرض خصبة، خصبة ما شاء الله. أيوة. فقالوا النبي عليه الصلاة والسلام إن شئت حبستها، قالوا إن شئت حبستها وتصدقت بثمرها. على إحنا نقولوا الوقف هو تحبيس الأصل، معناها في حياتك تقول لأولادك ويسمعوا الناس وكذا باللي هذا القطعة على الأرض راها حبس. نعم. وقف لله. لله. نعم. كما ساعات نلقاو في المسجد مصحف مكتوب فيه وقف لله. لله. خلاص، مادام وقف لله خلاص. ما تاخذوش. لا يخرج من المسجد. ما يخرج من المسجد. وقف لله سبحانه وتعالى. يقرأ فيه الناس باش وكل ما قرأ الإنسان يعني صاحبه يأخذ أجرا على ذلك. كذلك هذه الأرض نقوله تحبيس الأصل. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث. قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم لكن هذا الأصل هذا، وهنا يدخل في شروط على الوقف متعلقة بالوقف. نعم. مادام وقفت لله عز وجل فهذا الأصل لا يباع، لا يباع ولا يورث. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم بشرط هذا الأصل هذا خلاص مادام حبسته لا يباع ولا يورث. فجعلها سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه في في أبناء السبيل وفي القرابة، يعني الناس اللي هم محتاجين. وكانت يعني سبحان الله يعني أرض خصبة جدا جدا. وهنا شو أستاذ عبد الرزاق بعد ما صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني نفوس الصحابة دائما نرجع للنقطة هذه. كانت نفوس كريمة كريمة ومقتنعة بما كتب الله لها، يعني ما همش يعني ليس لهم تلك اللهفة عن الدنيا، عن الدنيا. كانوا قانعين وكانوا همهم الآخرة، همهم الآخرة. فجعلها سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه في أبناء السبيل. كان إنسان يكون هذا فيت مثلا طريق والله، وهذه من الأوقاف اللي نتكلم عليها في التاريخ الإسلامي، أوقاف في سبيل الله. كاين الناس يديروا أوقاف يديروها في سبيل الله، مثلا يبني مرقد أوتيل كما نقولوا إحنا، يكون مخصص للناس حتى ولو يكونوا أغنياء عابري السبيل، لأن الوقف يجوز حتى للأغنياء الانتفاع. نعم. بهم. لماذا؟ الإمام مالك رحمه الله وش يقول في النقطة هذه بعد ما صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يقول لك أنت يا مدام درت الوقف، أنت راك درت نية التقرب به إلى الله. الله، هذه هي غرس الشجرة، كلا منها فقير ولا غني، خلاص. نعم. أنت راك تقربت بها إلى الله. نعم. مثلا بنيت مسجد، والله مسجد حفرت بئرا، والله حفرت بئرا، ما تقولش مثلا الغني ما يعمرش منه. ايوه. وبنيت مسجد، قال هذا المسجد يصلوا فيه غير الفقراء. يعني الوقف ينتفع به الاغنياء والفقراء على السواء. نعم. وينتفعوا به حتى يجوز حتى الوقف لغير المسلمين، تأليفا لقلوبهم في غير ما حرم الله. انسان يبني مثلا وقف هكذا لغير المسلمين. نعم. مثلا دوك انسان يبني كما قلنا احنا مثلا مرقد، ويجي واحد عابر سبيل وهو من أهل الكتاب، هو كافر مثلا، يبات عادي يدي، وهذا يدخل في سبيل الله، يدخل في الأجر. هو إنسان قبل كل شيء يعني. بارك الله فيه، ماشي بارك. يقول سيدنا، يقول في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يقول يعني ويجوز لمن وليها ولمن وليها، يعني الوقف هذيك الحديقة تاع سيدنا عمر أو الأرض تاع سيدنا عمر. نعم. نعم. ولمن وليها أن يأكل منها بالمعروف أو أن يطعم منها صديقا غير متمول فيه. وش معنى هالكلام؟ أيوة. يعني الأرض هذيك اللي وهبها سيدنا عمر، كان في بعض الأحيان أستاذ عبد الرزاق الوقف هذا يحتاج إلى إدارة. نعم. يحتاج إلى إدارة ويحتاج إلى عمال، والله يحتاج إلى مدير يدير الشؤون تاعو، شؤونها. نعم. باش يعني المداخيل والخطر كون يكون وقف كبير، فيجوز لهذاك الذي يدير الوقف أن يأكل منها. نعم.
ولكن بالمعروف. بالمعروف. يعني يأكل في حدود الحاجة. أو يطعم من 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 ذلك الوقف صديقه. مثلاً نعم. الإنسان كاين جنان تاع وقف. نعم. جنان تاع وقف. يقدر هذاك الإنسان اللي راه مسؤول على الجنان اللي هو تاع وقف ينحي حبة تاع تشينة ولا تاع تفاح يعطيها للصديق. أي. لماذا؟ نعم. لأنها هي أصلاً قربة لله سبحانه. لله سبحانه. نعم. إحنا نعرفه. أنه الإنسان كلما تصدق بصدقة ثبت أجره عند الله سبحانه وتعالى. لكن في الأخير وش قالوا به؟ نختمهم ممكن الوقت ونكمل إن شاء الله القصة. قال غير متمول فيه، مشي معناها يروح يدي بزيادة حتى يولي كما نقولوا احنا غني بذلك الوقف. يعني الوقف الآن اتفقنا على أن الصدقة الجارية والوقف هما نفس الشيء. يعني الإنسان يتصدق للتقرب من الله ولعمل الخير سواء على الغني أو على الفقير في الوقف. يعني كما قلت لما يحفر بير يشرب منه الفقير، يشرب منه الغني، يشرب تشرب منه الدابة. هذا كله تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. جزاك الله خير الشيخ، بارك الله فيك، ونلتقي إن شاء الله أعزائي المشاهدين في الحلقة القادمة لنواصل الحديث حول هذا الموضوع. بارك الله فيكم، ويومكم مبارك سعيد إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله.